بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو بإذن الله سنتحدث عن مبيد فطري مهم تواجده في الزراعة المنزلية. ضروري أن يكون هذا المبيد متوفر لدينا، ألا وهو مبيد أكسايد، وهو مبيد فطري بكتيري ويتوفر على المادة الفعالة هيدروكسيد النحاس. وحيث أنه يتوفر على مادة النحاس فهو أيضا راح يفيد النبات بهذا العنصر. هذا المبيد يأتي على هيئة مسحوق، وتجدون في الجهة المقابلة طرق استخدامه بالنسبة للنباتات وأيضا الأمراض التي يعالجها والكميات التي يتم إضافتها وأيضا مدة التحريم أو فترة التحريم لكل نبات كما تشاهدون. بالنسبة لاستخدامي أنا أستخدمه تقريبا كل شهر مرة واحدة لجميع النباتات المتوفرة لدي، ولكن بنسب بسيطة. إذا كان لدي إصابة لابد أن نزيد الكمية أو نتقيد بالمذكور في العلبة. طريقة استخدام تقريبا ملعقة طعام على 10 لتر من الماء، ونقوم بخلطها جيدا. بعد ذلك نقوم بري النباتات في أي وقت من العام ما عدا فصل الصيف الحار، يفضل دائما أن لا نقوم بإضافته حيث أنه يعتبر حار على النباتات. كما تشاهدون تقريبا 4 جرام على 4 لتر من الماء، ونقوم بخلطها جيدا ثم نروي النباتات. استخدامه كما ذكرت على هذا المنشور كما تشاهدون بالنسبة للجرامات، ولكن فترات إضافة للنباتات يفضل أن تكون تقريبا كل شهر مرة واحدة أو كل شهرين، وممكن استخدامه عن طريق الرش الورقي بنسب أقل، تقريبا نصف جرام إلى 1 جرام على لتر من الماء يتم رش النباتات، ولكن يتم الرش في فصل الشتاء فقط، وخاصة بعد سقوط الأمطار حيث أن يكون هناك فترة الإصابة بالأمراض الفطرية أثناء الرطوبة الزائدة، فيفضل إضافة للنباتات بالرش الورقي أو الري خلال فصل الشتاء. أما بالنسبة لفصل الصيف الأفضل أن لا نضيفه نهائيا للنباتات لأنه يعتبر حار على النبات، فيفضل عدم استخدامه في فصل الصيف الحار. أما بالنسبة لبقية الفصول بالنسبة للربيع والخريف ممكن إضافته، ولكن على فترات متباعدة كل شهر كل شهر ونصف ممكن أن نضيفه، وبنسب 1 جرام إلى 1.5 على كل لتر، أو نضيف ملعقة طعام على 10 لتر من الماء ونروي النباتات، وهذا الذي أقوم به الآن. وأيضا يستخدم في عمل عجينة بوردو، ويوجد فيديو في القناة سأضع لكم رابط طريقة عمل عجينة بوردو ودهن سيقان الأشجار بها. سأضع لكم إن شاء الله رابط هذا الفيديو بصندوق الوصف بأسفل هذا الفيديو للاطلاع والفائدة، وأيضا سأضع لكم في تعليق مثبت أسفل هذا الفيديو. الآن بالنسبة للري كما ذكرت نروي النبات ري عادي كالمعتاد، كما نرويه بالماء. هنا كما تشاهدون نبتة الجهنمية، نقوم بريها ري عادي كما نضيف الماء المعتاد، وأيضا هنا نبتة أخرى وبهذا نأتي إلى نهاية الفيديو عن طريقة استخدام المبيد الفطري النحاسي. دائما نفضل المبيد الفطري النحاسي حيث أنه أفضل من أي مبيد آخر وله فعالية كبيرة على النباتات. في ختام الفيديو دائما لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.